هستنى منك تليفون الصبح وبالليل. أنا كمان هكلمك. من فضلك يا زهرة، واحدة واحدة مع ولادك. ولادك بيحبوك. تعرف يا رأفت، أنا كمان بحبهم قد إيه. وأنا بحبك. نفسي أسمعها منك. أكيد أنت حاسسها يا رأفت. أشوف وشك بخير. مع السلامة يا رأفت. الله يسلمك. من فضلك ما تمشيش، عاوز آخر وش أشوفه هو وشك. وقبل كده كنا ايه؟ ولاد البطه السوداء؟ ماما احنا اسفين. انتوا حبايبي، انا ما اقدرش استغنى عنكوا ابدا. ولا احنا نقدر نستغنى عن حضرتك. تعالي. احنا هنا بقالنا ساعتين، قلنا نيجي تلاقينا تبقى مفاجاه. يا خبر يا بابا، بقالكوا ساعتين؟ طب كلموني على الموبايل. طب تبقى مفاجاه ازاي بقى؟ ده احنا كنا خايفين يجي نلاقي حضرتك اساسا. ما كنتوش هتلاقوني. ليه؟ احنا عارفين مواعيد رجوعك من الشغل. ما انا مش راجعه من الشغل. بوسه الاول يا دكتور. ميرسي قوي يا بابا. ربنا يخليك ليا. اتفضل يا بابا، اتفضل. انتوا اكيد متوا من الجوع طبعا وانتوا منتظريني. واكيد حضرتك لسه ما اكلتيش ولا اتغديتي بره. لا يا بابا، ده انا جايه من المطار وما كانش ليا نفس للاكل خالص، لكن بعد ما شفتكم لازم نفسي تتفتح للدنيا كلها. حبيب قلبي انت وهي، وحشتوني وحشتوني موت. انا على ما اغير هدومي هتكون ام سيد حضرت الغدا. بعد اذنك يا بابا. ماما، هو حضرتك كنت في المطار ليه؟ كنا بنوصل جناب السفير. جناب السفير مين؟ انكل رأفت مسافر مدريد، بقى سافرنا في اسبانيا. ادعولي انا كمان واعملوا حسابكم على كده. خلاص الدور جاي على ماما. ماما، وحضرتك هتسافري انت كمان؟ لو القرار اتصدق عليه. وهتسافري مدريد برضو؟ ده لو الكلام بصحيح ولسه بدري عليه. كونوا خلصتوا امتحانات ونتيجة طلعت كمان. طب عن اذنك يا مي. باي باي. ها طمنيني، عملتي ايه في امتحان النهارده؟ يعني ايه؟ انا سالت طلبه من خرجوا من الامتحان قبلي، قالوا لي الامتحان كان سهل. ايه، ما جاوبتيش كويس؟ جاوبت. امال مالك؟ صوتك وشكلك قلقني. ارجوك يا مي، ابعدي اي حاجه عن تفكيرك اليومين دول وركزي في امتحاناتك وبس. وخدي بالك عشان تكملي دراسات لازم تجيبي تقدير مش اقل من جيد، ولو جيد جدا بقى يبقى الطريق مفتوح قصادك. وليد يا محمد. مال وليد؟ زمانه خلص امتحانه والنهارده اول يوم لغه عربيه ودي ثانويه عامه. يا رب يكون حل كويس.
وليد وليد عن إذنك يا وليد. طمني يا وليد، عملت إيه يا حبيبي؟ حضرتك جيتي ليه؟ جيت ليه؟ عشان أطمن عليك. ولا عشان أصحابي يتريقوا عليا؟ يتريقوا عليك ده إيه؟ وأنت ما كنتش عايز ناجي؟ ماما أنا مش عيل صغير، أنا في ثانوية عامة. بس أهي كملت، بابا جه. ها وليد، عملت إيه؟ حضرتك كمان جاية يا بابا؟ يعني ايه حضرتك كمان جاي يا بابا؟ يعني ما كان كفايه ماما لوحدها؟ لا ماما مش كفايه، انت مش ابن ماما لوحدها. ها قولي عملت ايه؟ حليته خلاص. يعني ايه حليته خلاص؟ بابا انتوا هتفضلوا كده واقفين قدام زمايلي؟ يلا وليد عشان نروح. استنى وليد تعالى انا عايزك. بعد اذنك يا مدام، تعالى وليد. وليد انت سهران طول الليل ما نمتش، لازم تروح تنام. وليد 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 تعالى اركب. وليد عيب كده، احنا في وسط الشارع وقدام الناس. يعني حضرتك عرفتي دلوقتي انه عيب؟ خلاص يا سيدي عرفت. اتفضل اركب بقى عشان نروح، ومش هنيجي ولا نسأل عليك تاني. يلا وليد بقى ما يصحش كده، اركب يا حبيبي. يعني انت سبت بابا وماما في الشارع ومشيت؟ معقوله يا وليد؟ انا ما بحبش حد يحرجني قدام اصحابي. وفي الاخر رحت مع ماما وسبت بابا؟ ما هي ماما هي اللي جت ورايا واتحالت عشان اركب. يعني يبقى تروح تتصل ببابا عشان تعتذر له؟ بتبص لي كده ليه؟ اللي بقوله مش عاجبك؟ في حد يسيب بابا ويمشي؟ طب اتصل اقول له ايه؟ هو اللي بيعتذر بيقول ايه؟ بصراحه انا مش عارف اقول ايه. اللي بيقوله الابن لبابا، ولا انت نسيت انه بابا؟ ما بيتنسيش يا وليد، مهما حصل هي ماما وهو بابا. ولو مش مصدق بص في اسمك. يلا تعالى اتصل بيه. امسك يا وليد، اتصل بيه. طيب ما تتصلي بيه بقى انت الاول كده عشان تفتحلي السكه. لا هيحس ان انا اللي قلت لك اعتذر. يلا يا وليد اتصل بيه. وماما ما تزعلش؟ وهو بابا كان زعل لما رحنا ولا جينا معاها؟ احنا ولادهم ولازم نبقى ولادهم مهما حصل بينهم. أيوة يا وليد. بابا أنا آسف. حضرتك سامعني؟ سامعك يا وليد. طيب وحضرتك ما بتردش عليا ليه؟ أنا عارف إن حضرتك زعلان وبتصالحني بآسف. تحب أصالح حضرتك إزاي؟ أنا مستعد أتأسف بالطريقة اللي حضرتك عاوزها. تيجي تتغدى معايا. أتغدى مع حضرتك؟ أيوة أنت وأختك. أنا ومي؟ إذا ما كانش عندها مانع وهيبقى اعتذار منها هي كمان. أنت ما بتردش ليه؟ هي مية جنبك؟ أيوة. طب اديني أكلمها. مع حضرتك. أيوة يا بابا. مش هقبل منك ولا كلمة غير لما نقعد ونتغدى سوا. ممكن؟ ممكن. أنا مش هتغدى إلا لما تيجي أنت وأخوكي. حاضر. باي باي. باي باي. بقول لك إيه؟ أنا ماليش دعوة، أنت اللي قلتي لي اتصل. أقول لك الصراحة. قولي. أنا كان نفسي بابا يكلمني. كان نفسك يكلمك؟ ويقول لي تعالي. يلا روح البس، يلا وأنا هلبس أنا كمان. هنروح؟ لما نستأذن من ماما الأول. ياه مدريد حلوة قوي كده؟ في الوقت ده بالذات اه، أسبانيا كلها حلوة. الله شوقتني يا رأفت. هتيجي قريب وهتشوفي. بس أقول لك على حاجة، أسبانيا هتبقى أحلى أول ما تشوفك. رأفت خليك معايا هشوف مين بس عارفاه. أيوه ادخل.
حضرتك مشغولة يا ماما؟ في حاجة حبيبتي؟ دي مي، أنكل رأفت بيسلم عليكي وعزمك على أسبانيا. ميرسي. طب هكلمك تاني يا رأفت، أوكي؟ يلا باي. إيه يا حبيبتي؟ أنا عارفة أكيد مت من الجوع وأنا جاهزة، بس وليد جاهز؟ هو جاهز أه، بس جاهز ينزل، وأنا كمان هنزل معاه ده لو سمحتي. رايحين فين؟ نتغدى بره. تتغدوا بره؟ ليه؟ خير؟ بابا عازمنا على الغدا. بابا؟ فجأة كده؟ وفجأة لبست ونازلين وجاي تستأذني مني؟ ولا فجأة ولا حاجة يا ماما، وليد كان بيعتذر له علشان سابه ومشي قدام المدرسة، بس هو ما قبلش الاعتذار إلا إذا راح اتغدى معاه. وأنا معاهم لو حضرتك مش موافقة. لا 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 لا، ليه مش موافقة؟ بالعكس يا حبيبتي، أنا مبسوطة إن وليد اعتذر لباباه. يلا روح اتغدوا معاه، أمر لله، هتغدى لوحدي. يا بابا احنا وحشين حضرتك قوي كده ولا ايه؟ مع انك كنت لسه معايا من كام ساعه وسبتني ومشيت. خلاص يا بابا، انت مش قبلت الاعتذار؟ قبلت الاعتذار، بس مش هقبل انك تجيب مجموع اقل من اللي احنا اتفقنا عليه. كليه قمه ان شاء الله. وماي مش عايزه تتكلم. مش عايزه تتكلمي ليه يا ماي؟ عشان عارفه حضرتك عايز تتكلم معانا. انا فعلا عايز اتكلم معاك. عايز اتكلم معاكم كلام كتير وكلام مهم بالنسبه لكم وبالنسبه لي. طيب اتفضل حضرتك. لا احنا جايين هنا عشان نتغدى، او بالظبط انا جاي عشان اتغدى مع ولادي المخاصميني. على كل حال انا من رايي ان احنا ناجل الكلام في الموضوع ده لغايه لما تخلصوا امتحاناتكم عشان تكونوا فقتوا واستريحتوا، ولو ما عندكمش مانع نسافر كام يوم نروح نقعد في الشاليه عشان نتكلم مع بعض كلام ناس كبار. انا عايز اتكلم مع ابني اللي بقى في الجامعه وما بقاش في الثانوي، مع بنتي اللي بقت في اخر سنه جامعه وعلى وشك انها تتخرج. عندكم مانع؟ لا طبعا مفيش مانع يا بابا. مش ممكن نعرف الموضوع اللي حضرتك هتتكلم فيه؟ هو موضوع يخصني ويخصكم انتوا كمان. بيتهيألي مفيش مواضيع بيننا غير اللي بين اي اب في ظروفي وأي ولاد في ظروفكم. على كل حال أنا كل اللي يهمني ظروفكم ووضعكم ومستقبلكم وراحتكم، وأنا ربنا خلقني ليه مش عشان أدلع ولادي. قلنا حاضر حاضر. هو في ايه؟ انا برضه اللي في ايه؟ لا بصراحه انا اللي في ايه، ما كنتش اعرف ان بنتي حبيبتي اللي على الباب. عامل لك ايه؟ ما هو انت لا تليفونك بيرد، موبايلك بره الخدمه. ما انت عارفه اللي فيها، اوعي القهوه تتدلي. عارفه عارفه، خايفه على الوش طبعا. ملهاش، وشها زي ظهرها زي الدنيا. لا لا لا، الكلام ده كان زمان، دلوقتي وشها هو بيضحك وجاي يهلل عليك كده. طب يلا فرحيني، وشك بيقول عايزه تقولي خبر يفرح. احلى خبر هتسمعه في حياتك. قولي لي مامتك رضيت نرجع لبعض ونعيش سوا؟ عايده سامحتني ووافقت؟ هو ده الخبر صح؟ أحلى. أحلى من رجوعي أنا والدتك؟ أنا هتجوز. تتجوزي؟ أيوة، ومن الراجل اللي حبني وحبيته، هيعمل لي فرح ما حصلش وقدام الناس كلها عشان يصلح غلطته. ما عادش ينفع يا مرفت. إيه يا بابا؟ أنت مش فرحان علشان أنا هتجوز؟ ما قلتيش حاجة تفرح. بص للوحة اللي وراكي دي، ناقصة لوحة ناقصة.
وهتفضل العمر كله ناقصه. عارفه ليه؟ عشان احنا مش عايزين ولا عارفين نكمل. بابا انا مش فاهم حضرتك شايف ان جوازي من احمد غلط؟ ده جاي لي يجري وعايز يعوضني كل اللي فات، عايزني اقوله لا؟ ده انا بقالي كام سنه بحارب عشان اخليه يصلح اللي فات واخد حقي. زمان كنت انت في الاعدادي وكانت هي في سنك كده دلوقتي رئاسه فرقه البحيره للفنون الشعبيه، وكنت انا موظف هناك في القصر. وعجبتك واتجوزتها وسبتنا احنا ورحت عشت معاها. حصل، سبتكم لكن ما عرفتش اعيش معاها ولا هي عرفت تعيش معايا. عارفه ما عرفتش تعيش معايا ليه؟ قالت لي كل ما اقرب منك الاقي ولادك ومراتك في حضنك وانا ماليش مكان، وكان احساسها صح. فعلا انا ما كانش فيه في حضني وبين دراعاتي غير كنت وامكم. بابا بس انا وضعي مع احمد مختلف. كله زي بعضه، الراجل هو الراجل والست هي الست والضعف هو الضعف والحقيقه هي الحقيقه، واخرتها الواحد يبص في المرايه يلاقي نفسه زي الصوره دي، ناقص، راجل ناقص ملوش ملامح، واول ما بيخسر بيخسر نفسه وبعدها بيخسر اللي حبه. بس احمد يا بابا مراته هي اللي طلبت منه الطلاق عشان يتجوز عليها وبدون علمها. طب دلوقتي لو انا سبته هيروح يتجوز واحده تانيه؟ يروح، وانت ليه ما تتجوزيش شاب في سنك زميلك، راجل ما عندوش ولاد؟ عشان هو ده الراجل اللي غدر بيا، ضحك عليا في غربتي واستغل ضعفي. ما انت عارف وكنت موافق على جوازنا. لا ما وافقتش، انت ما خدتيش رايي قبل ما تتجوزي عشان اوافق ولا ما وافقش، انما مادام جايه بتاخدي رايي واحنا لسه على البر بقولك لا ما ينفعش. مش هتستريحي، مش هتلاقيه جنبك مهما جري وراكي وقالك بحبك، هتلاقي ولاده جواه. انا ابوكي وخايف عليكي. لو خايف عليا اقف جنبي على الاقل لحد ما يتجوزني قدام كل الناس ويبقى ليا حق عنده، ولو ما عجبنيش ابقى اطلب الطلاق رسمي قدام كل الناس. بس ابقى كرامتي دلوقتي ما اقدرش اقول للناس ان انا كنت متجوزاه في السر. يا بابا ارجوك ساعدني عشان تصلح اللي فات. هو انا ما استاهلش منك ده؟ مش هيتصلح يا مرفت. ليه؟ كلها اسبوع والتاني وهيجي لحضرتك يطلبني منك ومن ماما من اول وجديد. ماما وافقت يجي لنا بيتنا اللي في مصر واتفق معاها انت وهي. انت ليه عايز تحرمني من فرحتي؟ ولا انا مكتوب عليا افضل متجوزاه في السر؟ مكتوب عليا افضل ناقصه زي الصوره دي؟ بابا ساعدني عشان نكملها ارجوك. ارجوك يا بابا. هو جاي امتى؟ هو هيسافر الساحل الشمالي الاسبوع الجاي يتفق مع ولاده ويرضيهم، وبعد كده هياخد ميعاد ويجي لحضرتك. سندوتش يا ام سيد الله يخليكي. سندوتش ايه؟ اي سندوتش. حاضر. حاجه كلها وخلاص. معقول يا وليد؟ هتفضل تشرب في نسكافيه وتتفرج على التلفزيون وتطلب سندوتشات طول النهار؟ جعان يا ماما. طب ما انا قلت لك اتغدى. لا هتغدى مع بابا هناك. جمبري وكابوريا وسي فود. سي فود؟ خلاص. ما تشتكيش بقى من الجوع. لسه قدامك 3 4 ساعات على ما توصل الساحل وتتغدى. ما هو بابا كمان اتأخر قوي. اهو باباك جه. لا لا مش ده الكلاكس بتاع عربيته. امال هيكون مين يعني؟ قوم شوف مين. مبروك يا ماما. الله يبارك فيك يا حبيبي. قول لي انتوا جاهزين؟ احنا جاهزين من ساعتين حضرتك اللي اتاخرت علينا. معلش يا حبيبي اعمل ايه بقى؟ سايق على مهلي العربيه جديده وخايف عليها. اندهلي مي. يلا. حاضر ثواني. يا مي يلا يا مي. مي يلا يا مي. ماما ده فعلا بابا بس مش نفس عربيته.
جايب عربية جديدة بقى، إنما إيه؟ مبروك على اللي هتركب. يلا واقف ليه؟ خد أختك وروحوا معاه. ماما لو حضرتك مش عايزانا نسافر مع بابا ما نسافرش. أنا قلت ما تسافروش؟ أنا لسه قايلة لوليد خد أختك وروحوا معاه. يعني حضرتك مش زعلانة مننا؟ وهزعل ليه يا مي؟ احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده وقلنا ان ده حق. ايوه خلاص حقه ياخده، عشان انا كمان لما اجي اخد حقي ما تقولوليش لا. ايه بتبصيلي كده ليه؟ كلامي فيه حاجه غلط؟ ولا انتوا يعني تدوا لابوكوا حقه وانا تقولولي لا؟ بسرعة يا مي. بعد اذنك يا ماما. ايه ده ايه ده؟ ايه العربية دي؟ عجباكي؟ دي جميلة جدا يا بابا. اتفضلي يا فندم. ايه ده، هو انت هتركب قدام؟ وانا وبابا هنسوق بحضرتك. انت بتضحك عليا يا ابني. ما هي برضو الكبيرة. ماشي يا صغير. اتفضل يا احمد باشا. باشا كده مرة واحدة؟ بصراحة هي كده مظبوطة، بالعربية الجديدة يبقى أحمد باشا الشيخ. يا ابني الناس ما بتبقاش بهوات ولا بشوات في عربياتها. أمال بإيه يا باشا؟ بعلمها، بتميزها. لعلمك أنا مش جايب العربية دي عشان أبقى باشا. أنا جايبها عشان باي تاخد عربيتي القديمة. بجد يا بابا؟ ميرسي ميرسي قوي. مايا هتاخد عربيتك القديمة. وأنا؟ هتاخد عربيتها. مبسوط؟ متشكر متشكر قوي يا بابا. تعالوا يا اولاد، تعالوا اقعدوا قدامي هنا، عايزين نبقى قريبين من بعض. كل ما نبقى قريبين من بعض هنسمع بعض احسن ونحس ببعض اكتر، مش كده ولا ايه يا مي؟ مظبوط يا بابا. طب انا عايز اسالكم سؤال واضح وصريح، وعايزكم تجاوبوا عليا بوضوح اكتر وبصراحه اكتر. في مره او في يوم من الايام أنا قصرت في حقكم؟ قصرت في حقنا إزاي يا بابا؟ يعني ما كنتش أب كويس، ما كنتش أب حنين، حرمتكم من حاجة مثلا، حصل؟ لا لا يا بابا ما حصلش. ما بتتكلميش ليه يا مي؟ ليكي رأي تاني؟ لا يا بابا، حضرتك أب مثالي وكنا بنفتخر بيك. كنتوا ودلوقتي ما بتفتخروش؟ لا يا بابا، دلوقتي ظروف اختلفت، بيناش الأسرة اللي كل الناس بتحسدها زي الأول. ده اللي أنا أقصده. أنا موافق يا مي، أنا حاولت أصلح اللي فات مع إني ما كنتش غلطان لوحدي. اللي إحنا وصلنا له ده واقع، بس ده ما يمنعش إن كنتوا ولادي وليكوا حق عليا زي ما انا ليا حق عليكم. والدتكم كمان ليها حق، مش كده؟ يا اولاد مش معنى ان احنا انفصلنا انا ووالدتكم ان العالم خلاص انتهى، لا. احنا لازم نعيش ونعيش كويس كمان، صح؟ ده المفروض يا بابا. طب نعمل المفروض ده ازاي؟ بوضوح، انا من حقي اعيش زي اي راجل واتجوز، خصوصا بعد ما والدتكم رفضت انها تعيش معايا. هي مش بس رفضت، دي فضلت راجل تاني اختارته عشان يكمل معاها حياتها. اظن ده من حقها، مش برضو ده من حقها؟ انتوا ما بتردوش ليه يا اولاد؟
هنقول ايه يا بابا؟ قولوا لي ان انا من حقي اعيش ومن حقي ان انا اتجوز، مش ده حقي ولا لا؟ ايه يا ولاد؟ ما ترد، ما ترد يا مي. حتى لو ده من حق حضرتك مش لازم تبقى مرفت دي. ليه؟ عشان وقفت جنبي في الغربة وساعدتني لما كنت لوحدي. يا مي انا عارفها كويس وعارف انها مش هتضايقني ومتأكد انها بتحبكم، وبعدين انا مش عايز اتجوز واحدة تبعدني عنكم. يا ولاد انتوا كبرتوا وبتهيألي عارفين كويس ان الاختيار ده من حقي. انا هسيب لكم شقة المهندسين وهاخد شقة على قدي انا وهي، وهي موافقة. يا ولاد الفلوس اللي عندي دي فلوسكم، انا عملتها علشانكم فاهمين. لو عندكم اي اعتراض قولولي. ما عندناش اعتراض يا بابا مادام حضرتك مقتنع. عندك حل تاني يا مي؟ يا مي انا رحت لوالدتك وعملت كل اللي ممكن اعمله، لكن هي مش عايزه تسامح حتى لو علشانكم. قولي لي اقدر اعمل ايه تاني؟ ليه رايح حضرتك اعمله؟ خلاص مادام موافقين روحوا غيروا هدومكم عشان نروح نتغدى ونروح سينما. يلا. ألف ألف مبروك يا سيادة السفيرة. مش قوي كده يا عم حامد، الله يبارك فيك. هي خطوة واحدة ونقولها إن شاء الله. أقل من خطوة إن شاء الله يا زهرة. أنا ألف مبروك. الله يبارك فيك. جناب السفير بيبلغ حضرتك تمنياته بالتوفيق وبيقول لحضرتك ألف ألف مبروك. الفضل يرجع لجناب السفير. من فضلك بلغه إني هتصل بيه وأشكره بعد إذنك. اتفضل يا رب. ابعت لي عامل بوفيه يا عم حامد. حاضر يا فندم. مبروك يا زهرة. ميرسي جدا، متشكرة قوي. ميرسي قوي قوي. بس حضرتك هتوحشينا. انتوا كمان هتوحشوني قوي، بس كل ما هنزل مصر لازم هاجي ازوركم، وان شاء الله كلكم معزومين في حفلة عندي. حفلة يا مدام؟ ايوه يا مسيد، ريسبشن. الريسبشن ده حفلة يعني؟ ايوه يا مسيد، هنعمل حفلة. مش هعرف عشان كنت اعمل حسابي. ما انت لو تسيبيني بس اعمل التليفون ده تعرفي كل حاجة. احنا بناخد اوامرنا من جناب السفير. هو مشغول ليه بس؟ طب والمعازيم دول قد ايه ومين يعني؟ ام سيد ارحميني، مش عارفه اركز. واطمني انت لا هتعملي اكل ولا حاجه، الاكل كله هيجي من بره. يجي من بره ليه؟ هو انا اكلي وحش؟ يوه مش وحش ولا حاجه، بس انا هعزم الوزير. الوزير؟ الو الو. ايوه يا جناب السفير. ميرسي ميرسي قوي 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 قوي. ميرسي على ايه يا زهر؟ كل ده وميرسي على ايه؟ ده حقك. ده جنابك اللي حقك كبير قوي. ومن حقي اقول لك بقى بلاش جنابك دي. يا سلام، بس كده؟ ده انت تأمرني. انا عايز اعمل ريسبشن هنا في الفيلا. ايوه عايز اعمل حفله كبيره اعزم فيها الوزير والوكلاء والسفراء والمديرين. انا عايز اعمل حاجه على مستوى. هو انا بديك الساعه يا جناب السفير؟ سوري سوري سوري، خلاص خلاص نسير. بلاش جناب السفير. ايه انت جاي نازل مصر؟ عندك مانع؟ لا بجد في حاجه مهمه نزلها. الريسبشن. ريسبشن؟ اي ريسبشن اللي هتعمليه ولا بلاش احضر؟ بلاش؟ ده انا ما كنتش عارفه ازاي خليك تحضر. انا اعرف ازاي احضر وهكون جهزت لك كل حاجه، وبالمره نسافر سوا. يا ريت. طب بقولك ايه، انا هبقى اكلمك تاني، اصل يظهر ان مي محتاجاني قوي. لا 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 مش زعلانه ولا حاجه، ما خلاص باباهم قرر يتجوز، يعني ما بقاش في اي حركه ولا اي وضع غير مقبول دبلوماسيا. باي. تعالي يا مي، عايزه حاجه حبيبتي؟ لا يا ماما، انا سمعت صوتك عالي فقلت في حاجه.
واكيد عرفتي دلوقتي ايه هي الحاجه دي. تقريبا. لا يا حبيبتي ده اكيد. انا ترقيت وهسافر سفارتنا في مدريد. مبروك يا ماما. انا كنت جايه اقولك انت واخوكي بس قلت اعمل تليفون الاول لجناب السفير عشان يجي يحضر الريسبشن. وانتوا كمان يا حبيبتي اكيد هتحضروا تحتفلوا ماما وتفرحوا بيها. لعلمك ده قرار استثنائي، لولا جناب السفير ما كانش صدر. اكيد. اسمعي يا مي، انا عايزه اتكلم معاكي شويه انت واخوكي. ماما وفري على حضرتك الكلام، احنا عارفين اللي هتقوليه. عارفين ايه وهقول ايه يا مي؟ نفس اللي قاله بابا. ماما ده حقك وحياتك وانت حره، واحنا مش هنقدر نقف في سكتك. مطلوب مننا حاجه تانية؟ مش وقت الكلام دلوقتي يا حبيبتي، نبقى نتكلم بعدين. اوكي. انت متاكد ان عربيتك هنا؟ ايوه طبعا متاكد، ده الجراج بتاعي. ايوه اقصد يعني متاكد سبتها في الدور ده؟ ايوه في الدور ده. انا اشك. ارجو انك انت ما تشكيش. اصل الجراج اهو، يعني هي فين؟ اهي اهي. ايه دي عربيتك انت؟ ايوه طبعا عربيتي انا. انت مش طلبتي مني ان انا اغيرها؟ تقوم تغيرها ما تقوليش. مفاجاه بقى، بس مفاجاه حلوه. انت احلى. طب ممكن تركبي؟ ممكن جدا. معلش مش هقدر ادخلها برجلي اليمين الا اذا كنت هسوقها. خلينا دلوقتي بالشمال، اليمين جايه جايه، هي اليمين هتروح فين يعني؟ انت جايبنا هنا ليه؟ مش هنا شقتك؟ ايوه. واحنا جايين شقتك ليه؟ هطلع اغير هدومي. وبعدين؟ وبعدين نروح النادي نروح نتعشى بره. دقايق وهنزل على طول. اطلع معايا؟ تطلعي ليه؟ ليه؟ اتفرج على الشقة. بلاش يا مشفت. بلاش ليه؟ ابعت قولي زي ليلة فرحنا هناك. اصل شقة زهرة، اصل عليها ريحتها، اصل فيها لمستها. دي مش شقة زهرة. شقتك انت مش كده؟ ولا شقتي. شقة ولادي. أنا قلت لهم إن دي شقتهم، وقلت لك أنت كمان إن أنت ليكي شقة تانية وتختاريها بنفسك وأنا هشتريها لك. ممكن نحترم رغبات بعض. حق ولادي أنا مش هتنازل عنه، عشان أنت كمان ما تتنازليش عن حقك. ولا عن حق ولادي. مش ناوي يبقى لنا ولاد ولا إيه؟ هو ده حقي ولا لأ؟ حقك يا مرفت. اطلع غير هدومي بقى. اتفضل. يا واد يا تقيل. مني وعلي الهيب. يا سلام. شد يا ليد وشد. مني وعلي الهيد. بغاشة. عيب ده انا حلواني. يعني انت اللي بنيت مصر؟ ايه اشتغل فواعلي. احنا نسكن ومفروش كمان. مية مسا. مسا على ميسا. حب اقولكوا اخر نقطة. سمع عوس كله يحبس اخر نفس. قولي يا ميسا. اعملوا ستر حواليا، ابويا جاي علينا. يا جماعه حرام عليكم، في عرضكم هتودوني في 60 ده. اضحكوا عليا، اضحكوا عليا يا جماعه، اضحكوا عليا. الحق يا وليد ابو قعد. قعد. يا نهار اسود، يا نهار اسود.
وبعدين انت خايف من ايه؟ ما هو معايا ماما اهو، يعني الحال من بعض. واب ريوش هو كمان زي عم اب ريوش ايه بس؟ داريني تغسل عروق في 60 ده. عجبك النادي؟ حلو قوي. اول ما نكتب الكتاب هعمل لك عضويه فيه. بس انا عارف انه غالي قوي. مفيش حاجه تغلى على مدام احمد الشيخ. الغالي يرخص لمدام احمد الشيخ. على فكره انا قلت لبابا، قلت له ان احنا هنتجوز، قلت له ان انت هتروح له علشان تطلب ايدي منه. ها هتيجي امتى؟ شوف انت تحب اجي فين وامتى. فين دي؟ اكيد في بيتنا، وانت عارف العنوان كويس. اما امتى فانت اللي تقول لي امتى، عشان قبلها بيوم هروح اجيب بابا من اسكندريه. الاسبوع الجاي كويس؟ طب ايه رايك نخليها الاسبوع ده، يوم الخميس الجاي، عشان يبقى الجمعه تاني يوم اجازه. اموريني اكتبي لي تحبي اقول له ايه عشان احفظ الكلام واقوله. هتقول له انا بحب ميرفت وعايزه اتجوزها، مش هي دي الحقيقه؟ هي دي الحقيقه. احمد عارف انا عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ عايزه افرح، عايزه اغني، عايزه ابوسك. وعارفه ليه؟ طب تجيبي بوسه. مساء الخير. انت جيت بدري ليه؟ ايه؟ وكنتيش عاوزاني اجي؟ لا بس انت قلت ان انت هتسهر مع اصحابك في النادي. لا لا لا، ما خلاص بابا راح يسهر بدالي. ايه؟ مش مصدقه؟ بابا سهران في النادي دلوقتي ومش لوحده. امال مع مين؟ مدام المستقبل. والماضي. والمضارع ده بقى في علم الله. يعني ايه؟ يعني ربنا عالم بالحاضر، احنا ما نعرفوش. وليد ما تتكلمش عن بابا كده، مفيش حد بيتكلم عن بابا كده مهما حصل. ما انت اصلي ما شفتهمش هم داخلين، كانوا داخلين ازاي؟ ما شفتهمش ده ايه؟ هو بابا بيعمل حاجه غلط؟ ما هو كان داخل بيها النادي قدام كل الناس. وليد ما تفوق. مش عايز افوق، خليني كده احسن. طالما انت زعلان قوي كده ما واجهتوش ليه؟ اواجهه ازاي؟ اقول له ايه يعني؟ اقول له بابا ما تمشيش معاها والنبي؟ لا قول له ما يتجوزهاش. انا اقول لبابا ما يتجوزش؟ ايوه. هو مش اخد راينا وما اتكلمناش؟ جاي تبرطم معايا انا ليه؟ افك عن نفسي، اطلع اللي جوايا. مش انت اختي؟ اكلم مين يعني؟ ما تقولي لي. هي ماما فين؟ مش هنا. امال فين؟ معرفش. وخد بالك هي مسافرة كمان أسبوع ولا 10 أيام. مسافرة؟ مسافرة فين؟ مدريد. هالسفير هناك. وعايزين أفوق؟ أيوه، عشان نعرف هنتصرف إزاي. أنا مستنياك من ساعتها، عشان أنا ماليش غيرك زي ما أنت قلت. Oh.
لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.